منورنا النهارده مي كساب، ميرنا جميل، حسن ابو روس وامينه. بنطلب منكم الضحك لمده 30 ثانيه بدون اي سبب. ايه علاقه الغنى بالهندسه بالتمثيل؟ مش اي علاقه طبعا. بدايه التمثيل مش غنى. بتحبيني يا فوزي؟ مي بقى العكس. خلي بالك انا مثلت بالغاز، كواليسهم كانت احلى من المشهد. اولا يعني ايه شيكالاستيك؟ بصي هي ما ينفعش تتسرح، هي بتتحسن. مي كساب في ليلة الخميس مع ياسمين عز الاثنين العاشرة مساء على NBC مصر. عيد سعيد.